ويعني طلبنا من الشرطة أن تحضر لاحتواء الموقف. لاحتمال زي الساعة كم يا دكتور؟ يعني الشرطة حضرت حوالي الساعة 7 صباحا. 7 صباحا الاشتباكات. نعم. بدأت 4. بدأت 4. نعم. وعندما يعني بدأ تهشيم السور وحرق بعض الممتلكات طلبنا من الشرطة التدخل لاحتواء الموقف وتدخلت كويس. وتم احتماء الموقف. كويس. الـ 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 الخسائر كانت كالآتي. نعم. يعني على تم في الأنفس. نعم. في الأنفس هناك إصابات. نعم. بين الطلاب تقريبا تقدر بكم يا دكتور؟ عدد الطلاب اللي أصيبوا إصابات مختلفة وذهبوا للاستشفاء كان عددهم 42 طالب. 42 طالب. 11 وطالبة؟ طالب. طالب. 42 طالب. نعم. 11 منهم صنفت إصاباتهم أنه غير خفيفة. طيب. مما استدعى حجزهم للعلاج بالمستشفى. جميل. واثنين منهم تعرضوا لكسور معقدة. تم تسفيرهم. تم تحويلهم للعلاج بالخرطوم. جميل. اثنين. اثنين. جميل. في الأحداث توفى طالب. يعني نعم. الله يرحمه ويحسن إليه. نعم. إن شاء الله. نعم. طالب واحد يعني ما أكثر. لا توفى طالب واحد. نعم الله يرحمه. وتوفى أثناء الاشتباك اللي تم في حوالي الساعة 5 صباحا. أيوة. أيوة. نتيجة الإصابة بشنو يا دكتور؟ هو طالب الله يرحمه. هو يوجد إصابة بطلق نار. الله. على 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 صدره. أيوة. وفي تقديرنا إنه ربما هذا استعمال مسدس أو شيء من هذا. سمح. الطالب هو طالب. منضوي لياط تنظيم. حقيقة طالب نحن ما عارف انه من ضوء التنظيم اجتهدنا حقيقة اجتهاد كبير عشان نعرف هويته. طيب. وجدنا بطاقة بتاع الصراف آلي في 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 جيبه. نعم. وجدنا بعض المستندات. لا ما يمكن ان تصنيفه اسلحة بيضاء يعني. ايوه هو نفسه كان بيحمل اسلحة بيضاء الله يرحمه. ايوه في في